شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفاليات قادرون باختلاف في نسختها الرابعة تحت شعار لينا مكان، وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير وحرصها على القيام بدورها كاملا تجاه أبنائها، وقال إن كل ما في الكون مقدر ويسير بتدبير الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى ذلك أن الدولة ليس لها دور. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم صالونا نقاشيا بعنوان التعاونيات في مصر، الواقع والتحديات والفرص، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني. ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور، أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية، وأبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا القطاع، إضافة إلى محور تشجيع وتنمية عمل التعاونيات. قتل 62 شخصا على الأقل من جراء عواصف ثلجية قاسية تجتاح الولايات المتحدة، ولا يزال الآلاف يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب العواصف التي ضربت مناطق واسعة في أمريكا الشمالية. ولقي 28 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية نيويورك، معظمهم في بافالو، مع تسجيل السلطات عشرات الوفيات في 9 ولاية أخرى. وقال مسؤول في نيويورك إن بعض الأشخاص علقوا داخل سيارات لأكثر من يومين خلال ما وصف بأنه أسوأ عاصفة في حياتهم على الأرجح. تحضيراً لمواجهة ستراسبورغ مع استئناف منافسات الدوري الفرنسي، خاض نجوم باريس سان جيرمان حصتهم التدريبية بمشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمهاجم البرازيلي نيمار. ومن المقرر أن يلحق بطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفريق مطلع العام المقبل بعد انتهاء إجازته إثر تتويجه بلقب كأس العالم.